السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل وصحة فطوركم. اليوم إن شاء الله نشوفوا اقتراحات لمائدة اليوم 17 من رمضان، ودائما واسمع وصفات سهلة وصحية واقتصادية. وكنت في الفيديو اللي عملته قبل رمضان حصري، كنت عملت فيديو حصري تشوفوا وصفات موائد رمضان مدة 30 يوم أو 29 يوم. هذا الاخر الوصفات تكون قلنا سهله وصحيه واقتصاديه. راكم تشوفوا الوصفات راه تعتمد كثيرا على الخضر. راني ندخل فيها 250 غرام تاع اللحم المفروم ولا اقل من 250 غرام، وما تاخذناش الوقت بزاف، ساعتين فقط كما قلت في الفيديو، ساعتين فقط هكذا باش يكون عندنا وقت للعباده والواحد يدعي ربي يذكر ربي رمضان تاع هذا الشيء. نتمنى ان شاء الله ربي يوفقني ونكمل لكم كاع المواعيد الى اخر يوم. بدون إطالة أترككم مع مائدة 17 من رمضان. بالنسبة لمائدة اليوم عملنا الحريرة طبعا كالعادة، عملتها اليوم بالكفتة لحم المفروم، عملت الروز بسمتي وزينته بالبصل وكرمل واللوز والشامبينيون أو المشرم، عملت هذه الفطيرة الخضر والبيض، عملت البوراك التركي، عملت سلطة الطماطم وزينتها بالبصل والزيتون الأخضر، زيتون صنع منزلي، كذلك الفلفل المطبوخ كالعادة، حطيت القليل من مخلل كنا عملناه قبل رمضان، فلفل والبسباس والجزر، عملت الأوملات يحبوها الدراري، أوملات بالبطاطا، كذلك سلطة خضراء زينتها بالطماطم، طبعا الحليب والتمر كالعادة، البوراك زينته بالليمون والماء. بالنسبة للعصير عملنا التمر الهندي. هذه هي مائدة اليوم. بالنسبه اليوم للديسير عملت لا كريم او سيترون بالاوريو، تجي خفيفه مع القهوه. عملت سيجار لي كاكاو بالكاوكاو، وعملتها بلا بات فيلو اللي نشتريها من الحانوت، وزينتها بالجلجلان او السمسم. هذه هي اليوم مائده اليوم كامله، الديسير وكل شيء. السلام عليكم وصحة فطوركم، نتمنى اليوم يكون جاكم ساهل وصمتو غاية. هذه هي بقالتنا تاع اليوم، نويو عقدوها يا البقالة. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى الصحابة رديت، وعيدت يا خالقي يا مغيث كل مغيث، يا رب السما العالي. وهذه بقالة لكل متابعين ومحبين من طفل سبيل، قال يا فال يا فلفال، يا فاتح سبع قفال، جب الله يسهدي مهما كان، من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال. رست ياسمينة في وسط الدار، عرقها سكين جبير وراقها زنجار، تمنيت من خلقي نزور مع الزيار قبة سنبيل هاشمي المختار، صلى الله عليه وسلم صلى على النبي. هذه هي البقالة تاع اليوم. ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتشاركوها مع الأصدقاء تاعكم في مواقع التواصل الاجتماعي. غدا ان شاء الله وتبقوا على خير.